إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على نبينا وسيدنا وإمامنا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. وإنها لسانحة أدعو من خلالها أخواتي المواطنات وإخواني المواطنين إلى المزيد من اليقظة والحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية لوباء كورونا الذي لا يزال يفتك بالأرواح ويدمر اقتصاديات العالم ويشكل بشكل غير مسبوق، وهذا رغم الإمكانيات الهائلة التي تم تجنيدها لمكافحته والتقليل من آثاره الوخيمة في شتى المجالات. وكما أضاءت قيم التضامن المعهودة لدى شعبنا الأبي، المطلوب منا اليوم ونحن نعيش فرحة العيد المحافظة على هذه الروح والقيم. ولا يفوتني في هذا أو في هذه المناسبة العظيمة إلى أن أستذكر تضحيات الشعب الفلسطيني الشقيق المقاوم للاحتلال والمتصدي في هذا الظرف لاستباحة الحرم الطاهر أولى القبلتين بالقدس الشريف. فرغم معاناتهم نتمنى لهم عيدا مباركا سعيدا في غزة والضفة. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، أجدد تهاني الخالصة لكم ولكن، وتمنياتي بدوام نعم التآزر والتآخي، وأدعو لمرضانا بالشفاء العاجل ولمن رحلوا عنا دون أن يتمكنوا من إتمام شهر الصيام بالرحمة والمغفرة. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. في جزائر آمنة مزدهرة عاشت الجزائر حرة سيدة أبية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وصلي اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، أعرب عن خالصي التقدير والامتنان للسلوك التضامني المعهود الذي يتجدد كل عام في شهر رمضان بمظاهر إحسان الجزائريات والجزائريين إلى المعوزين. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، سنكون غدا إن شاء الله على موعد مع البهجة في ظلال عيد المبارك. وفي هذه المناسبة أتوجه إلى كل الجزائريات والجزائريين داخل الوطن وخارجه بخالص التهاني وصادق التبريكات، داعي الله تعالى أن يديم عليكم وافر الصحة والهناء، وأن يعيدها على بلدنا العزيز وشعبنا الأبي وعلى كافة الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. عيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تكرس المحبة بيننا كجزائريين، وهي مناسبة عيد كذلك. أتمنى إن شاء الله أن يعيده علينا باليمن والبركات وبالأمن والاستقرار التي ننعم به كجزائريين. ونقول كذلك بأنها مناسبة لأن نرقى دائما إلى الحفاظ على هذا المكاسب، مكاسب الأمن والاستقرار والطمأنينة لمواطنينا. وهي كذلك تعبير أبنائنا من الجنوب الكبير، وفيه أكثر من 60,000 شاب لمروا على هذه المخيمات. هي مناسبة كذلك نتقدم لكل هؤلاء المؤطرين بتحية خاصة وخالصة على كل هذه المجهودات التي بذلوها. أتمنى أولا وقبل كل شيء بهذه المناسبة السعيدة عيد سعيد لكل عمال القناة وأسرهم، كما أتمنى أن يعود علينا العيد القادم إن شاء الله والجزائر تنعم بالأمن والاستقرار. أتمنى عيد سعيد لقوات لأفراد الجيش الشعبي الوطني المتواجدين على مستوى الحدود، والذي لا بد أن نوجه لهم تحية خالصة بهذه المناسبة على ما يقومون به من تضحيات لأن تنعم الجزائر وننعم نحن جميعا بالأمن والاستقرار. وأتمنى عيد سعيد لحجاجنا الميامين المتواجدين على البقاع في البقاع المقدسة، عيد سعيد كذلك لكل المرضى الذين لم يسعفهم الحظ بأداء بالتمتع بهذه المناسبة على مستوى أسرهم. أتمنى لهم عيد سعيد، وعيد سعيد لكل جزائريين بهذه السانحة في هذه الأجواء الدينية، أجواء عيد الأضحى المبارك. نستغل هذه الفرصة لتقديم تهانينا الخالصة لكل الشعب الجزائري ولكل الأمة الإسلامية. نتمنى أيضا باش إن شاء الله المولى العلي القدير أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا، وأن يعود إن شاء الله التطور والازدهار لبلدنا العزيز، الأمن والاستقرار، ولشبابنا أيضا بهذه الفرصة إن شاء الله التطور والازدهار. لكم أيضا رجال ونساء الإعلام عيدكم مبارك، إن شاء الله يعود علينا بالإهانة والسعادة والجزائر بخير. وأنا أتوجه بتهانية إلى كل أسرة الإعلام، كل من هم في سلك الأمن والجيش الوطني الشعبي، وأتقدم لهم بمناسبة عيد الأضحى بأجمل التهاني. الأمة الإسلامية يعني وكل عمال القطاع وباقي القطاعات، كل عمال بهذه الذكرى، الذكرى الدينية الشعيرة الدينية اللي هي عيد الأضحى. وما لازمش الخطاب ليثبط العزائم، ليقتل الإرادة في النفوس، اللي يخلي الناس تتشائم في كل ما ينجز داخل بلادنا. الحمد لله رانا عايشين، نسهروا نحوسوا نسافروا في الليل، الناس تحضر في العراس، الناس راهي تبادل الزيارات، نمشي في بلاد هذا القارة في الليل في النهار في الصحراء في الجنوب في الغرب. العيد يفوت بالخير، وإن شاء الله شبابنا ينخرط في هذا المجهود الوطني، كل واحد من الموقع نتاعو إعلاميين ومسؤولين ومنتخبين وغيرنا، أنه ننتهج أسلوب ليزرع الأمل في نفوس شباب. طاهر لاباس سعيد بخير، اللهم عليك. السلعه كاع خرجوا معاسي، قلت لك كاع خرجوا الصباح بكري اليوم. السوق نافذ، السوق تعطلت اليوم، تعطلت يا سيدي، وقلت انا خلي السوق شويه يلا تجمع السلعه. وايلي على الله، هي خرجت في الليل السلعه تبارك الله. ثمن ثمن ديال عطينا فيها 63 هذه 63 تبارك الله، والله يسر لكم.
بغيتك توقف. مرحبا. بغيت نحس السوق الحماس انت شتك ما هو السوق كيرخى اليوم كيرخى. عندك وقيلة الترخى. وانا عندي الناس رمعت في الثمانين لا 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 اليوم لا ما لاحقش انا لذاك الشيء اليوم. انت شحال لاحقش انا. وانا كنقولوا 52 ما عطاوهاش لينا. شحال عطاوك؟ عطاونا فيها دابا 48.